فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هناك من يذكر بأنه يوجد في زماننا من يعذر بجهله ولم تصله الدعوة، وأن هذا متصور، هل هذا صحيح؟ ما هو صحيح. الدعوة الآن بلغت المشارق والمغارب بواسطة وسائل الإعلام التي تخترق الآفاق، والصلاة في المسجد الحرام والمسجد النبوي تبلغ الآفاق الآن، وهذا من حكمة الله سبحانه وتعالى. لما انقطع الجهاد في سبيل الله جاءت وسائل الإعلام تبلغ دعوة الله، تنشرها في الآفاق. نعم.